Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aki from Zach for On The Ground News. And today we are at Bab al Hawa. Bab al Hawa is the only crossing in Idlib city, and there's been a lot of talk recently. Is it open? Is it closed? Is Hayya Tahrir al-Sham running it? Who is running it? Today we had the opportunity to interview the manager of this border, whose name is Abu Faras. And our colleague Bilal Abdul Karim had an interview with him, and this is what they had to say. اولا اريد ان اقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك اخي بلال. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف الوضع هنا عند المعبر الان؟ بدايه حياك الله اخي بلال في زيارتك لنا في معبر باب الهوى، وانا سبق ان وجهت دعوه خلال مؤتمر الصحفي الذي عقدته منذ ايام، دعوت فيه الاعلاميين والناشطين والحقوقيين لزيارة معبر باب الهوى والاطلاع على واقع الحال. الآن الواقع الحال في معبر باب الهوى كما ترى هناك يشهد الآن دخول لزوار عيد الأضحى. بدأ منذ اليوم صباحا منذ الساعة 8 دخول أهلنا إلى الداخل السوري المحرر من تركيا لزيارة أهلهم وذويهم خلال فترة عيد الأضحى، ويستمر دخولهم منذ اليوم وحتى 31 من هذا الشهر، كما يشهد أيضا خروج الحجاج الذين يعتزمون أداء فريضة الحج في بلاد الحرمين الشريفين، وكذلك أيضا خروج ودخول مندوبي وممثلي المنظمات الإغاثية، وكذلك الأطباء والطلاب الذين لديهم دراسة في جامعات موجودة في تركيا، أضف إلى ذلك التجار وأصحاب الإقامات في بلاد أجنبية. يشهد أيضا دخول للمواد الغذائية الأساسية. هذا واقع العمل بشكل عام في معبر باب الهوى. أنا أظن يعني هذه مقابلة مهمة، لأن هناك قيل وقال في شأن باب الهوى. باب الهوى مفتوح غير مفتوح، وال يعني الأمور تمشي الأمور لا تمشي. من وجه نظرك، ما المستقبل في شأن المعبر باب الهوى، الدخول الوحيد في محافظة إدلب؟ ماذا ترى في الأيام المقبلة؟ نعم أخي بلال، أنا منذ أيام حاولت أن أحسم هذا الجدل الموجود من خلال عقدي لمؤتمر صحفي. طلبت من الصحفيين أن يسألوا كل سؤال يخطر ببالهم والأسئلة التي تتردد في الشارع بشكل عام. بالنسبة لمعبر باب الهوى، حتى الآن معبر باب الهوى مفتوح، لكنه مفتوح بشكل جزئي، والسبب في ذلك أننا نعيش في حالة حرب. حالة حرب بين شعب يطالب بحريته ويصر عليها ويدرك أن ثمن هذه الحرية غال باهظ لا تأتي بسهولة، ومجرم هتلر العصر الذي لا يسلم لهذا الشعب بهذه الحرية بسهولة. وفي حالة الحروب لا تكون المعابر الدولية والمنافذ الحدودية مفتوحة بشكل كامل، لابد أن الجيران سيتأثروا بشكل أو بآخر نتيجة هذا الواقع الموجود. فمعبر باب الهوى هو مفتوح بشكل جزئي أمام حركة ودخول المسافرين وأمام الحركة تدفق البضائع التجارية. نعم. إدارة باب الهوى، هل إدارة باب الهوى تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، أو ما زال تحت إحرار الشام، أو فصيلة أخرى؟ نعم. أيضا هذا السؤال هو مهم جدا بوجهة نظري. منذ الشهر السابع في عام 2015 اتخذ قرار بإخراج الفصائل العسكرية من معبر باب الهوى، حيث كان معبر باب الهوى يدار من قبل 4 فصائل عسكرية. في عام 2015 أخذ قرار بوجوب إخراج الفصائل العسكرية وإحلال إدارة مدنية تدير العمل في معبر باب الهوى. خلال تلك الفترة تم تأسيس إدارة معبر باب الهوى ومجلس إدارتها والأجهزة والمكاتب التابعة لها، ثم بدأت تأخذ الطابع المدني بشكل كبير من خلال القامات العلمية التي تدير الأجهزة الموجودة فيه، وكذلك الاختصاصيين الذين يقومون على العمل بشكل مباشر. فأنا أستطيع أن أقول لك إن إدارة معبر باب الهوى هي إدارة مدنية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها شخصيتها القانونية في متابعة
كل ما يتعلق بنشاطها الوظيفي. هي لا تتبع لأحرار الشام ولا تتبع لتحرير الشام ولا تتبع لأي جهة عسكرية موجودة في الداخل. هي إدارة لها وجودها، لها استقلالها، تقوم على خدمة أهلنا في الدخول والخروج وتقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع واقعنا الحالي. نحن نسمع أن في مشكلة بين إدارة باب الهوى والأتراك، والأتراك وباب الهوى والفصائل و إلى آخره. ولكن كما أنت ذكرت هناك بعض حجاج يخرج، وأيضا البضاعة إلى حد ما يأتي ويمشي. ما السبب من وجه نظرك؟ لماذا هناك قيل وقال إلى السوء بدلا من إلى عكس ذلك من وجه نظرك؟ للأسف أنا سبق ونوهت في مقابلات عديدة جرت أو حتى ربما في جلسات خاصة أنني قلت أن أسوأ ما رأيته أن هناك جهات موجودة في الداخل أو محسوبة على أبناء جلدتنا بشكل أو بآخر تحاول أن تمارس ضغط على المحيط الإقليمي لأجل تقييد حركة الدخول من معبر باب الهوى الذي يعتبر شريان رئيسي بالنسبة للشمال السوري المحرر. فتبدأ بتناقل الشائعات التي أنا لا أرى سبباً لها إلا إدخال الخوف والروع على قلوب أهلنا في الداخل المحرر. باب الهوى ما زال يعمل كما كان، إلا أن هناك تقييد لحركة دخول بضائع تجارية مثل إسمنت وحديد وقطع سيارات، لكن في المقابل أيضاً هناك حركة دخول وخروج كما كانت بالنسبة لمندوبي المنظمات، بالنسبة للأطباء، بالنسبة للطلاب، بالنسبة لحاملي الإقامات في بلاد أجنبية. هناك دخول للحجاج، خروج عفوا للحجاج لأداء فريضة الحج. هناك أيضا استمرار في عودة الذين دخلوا لزيارة بلدهم الحبيب سوريا في عيد الفطر السعيد، أيضا يعني يستمر الآن خروجهم إلى تركيا. هناك الآن توافد لعدد يعني ليس بالقليل، عدد طيب من أهلنا في تركيا إلى الداخل السوري المحرر لزيارة ذويهم في عيد الأضحى وأن يكونوا في بلدهم قبل عيد الأضحى بأيام قليلة. فمثلا أنا قبل قليل شاهدت أن هناك حوالي 2700 شخص دخلوا، وهناك أيضا قرابة 1500 شخص ينتظر الدخول هذا في اليوم الأول. فالحركة إلى حد ما هي طبيعية، لكن كما قلت لك هناك أشخاص إما يسعون إلى ممارسة ضغط على المحيط الإقليمي، أو ربما يكون عندهم غايات أخرى وهي ربما التسويق لأنفسهم أو لحساباتهم أو ما إلى ذلك، وربما هم من الموتورين. تمام. أنا عندي السؤال الأخير وهذا السؤال شخصي. فالآن يعني هذه وظيفة جديدة بالنسبة لك، ما غايتك شخصياً في هذه وظيفة حينما ترى السوريين يأتون ويمشون، حجاج، بضع، يعني الأمور تمشي، ما مشاعرك؟ ما غايتك في هذا باب الهوى؟ أخي بلال، أنت سألتني سؤال يعني هو يرتبط بأصل النية حقيقة، وأنا بإذن الله سأكون متجرد معك في الإجابة. حقيقة خلال الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير جدا علي فيما يتعلق بموضوع العمل في معبر باب الهوى، من حيث أنني أجد كثير من الحالات الإنسانية التي كلها تستوجب المساعدة، وهناك أيضا كثير من أصحاب الحاجات سواء كانوا جرحى أو مرضى أو ربما أشخاص هم بحاجة ليلتحقوا بذويهم. فكان هناك ضغط أنك لا تستطيع أن تساعد الجميع، هناك أنظمة عمل. ومع ذلك أنا أخذت على نفسي خط أنني سأستمر في العمل هنا، وقلت في مؤتمر الصحفي الماضي أننا عازمون على الاستمرار في العمل، والهدف من ذلك هو خدمة أهلنا. هذا المكان أخي بلال هو ليس مكانا ليشرف به أحد، وهذا الموقع ليس امتيازا لأحد، بل إن المسؤوليات الملقاة على عاتق
أي شخص يكون في هذا المكان هي أكبر بكثير مما يمكن ربما أن يلحقه من امتيازات والتي ربما أنت ترى غير موجودة في الحقيقة. فالغاية من الوجود ابتداء هو خدمة أهلنا الموجودين، توفير الغذاء الأساسي والقوت لثلاثة ملايين شخص متواجدين في إدلب وريف إدلب وحماة، نعم، وما بقي أيضا من الساحل، هناك 3 مليون يعتمدون بعد الله عز وجل على باب الهوى في معيشتهم وسلعهم الأساسية، وكذلك توفير خروج لائق لأهلنا المضطرين أيضا للدخول والخروج. فغايتنا من العمل هي خدمة أهلنا في مختلف الظروف التي نمر بها. ونحن نسأل الله أن يعطيكم التوفيق والسداد والنجاح في هذا العمل، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.